الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. اسم عبد السلام محمد فليفل، عضو اللجنة الدعوية لفعاليات ليالي المدينة. ليالي المدينة من ضمن فعالياتها اللجنة الدعوية اللي هي إقامة مسابقة قرآن كريم في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك إن شاء الله، وإقامة دروس رمضانية بجامع الناقة، وإقامة حلقة التلقين للقرآن الكريم لأبنائنا طلبة المساجد والكتاتيب بالمدينة القديمة. محمد الجلوشي مسؤول البرامج الدعوية في ليالي المدينة. فنحن اليوم في يوم الثلاثاء السادس من شهر رمضان لعام 1444، اليوم برنامجنا هو في مسجد درغوت باشا حلقة التلقين، وهذه حلقة التلقين لتصحيح التلاوة لأبنائنا من قبل الشيخ محمد بوفينا